عليا انه يكون ديفكت، ده بسميه شرط كونديشن. لكن هنا مش طالب مني ترتيب معين، هو مجرد انه بيقول لي من الاربعه اللي انت هتسحبيهم دول انا عايز بس اثنين ديفكت، يبقى الاثنين التانيين هيبقوا ايه؟ هيبقوا نون ديفكت. يبقى الفرق ما بين ده وده ان الترتيب بعتبره ان ده كونديشن، بعتبر ان ده شرط. يبقى ده ايه؟ ده ترتيب معين هو شرطه عليا في المساله. طيب المساله لما ده ما بعتبروش شرط. طيب ايه الفرق بقى ما بين ان في شرط وان ما فيش شرط؟ ان ده طالما شرط عليك ترتيب معين ما قدامكش غير ان انت تحله بالتري دايجرام. لكن هنا عايز ان انا احل باستخدام السي او البي على حسب المساله. تمام؟ يبقى امتى احل بالسي وامتى ما احلش بالسي؟ عندي السي والبي ثلاث شروط. او خلينا نتكلم عن السي بالتالي. اول حاجه عندي ان طالب مني انها تبقى المساله ويزود ريبليسمنت. يعني ايه ويزود ريبليسمنت؟ يعني اللي باخده ما برجعوش للصندوق، بشيله معايا. انا هنا عندي 20 كوره، لما هسحب السحبه الاولى هيفضل في الصندوق كام؟ 19، السحبه الثانيه هيفضل 18. هو ده ويزود ريبليسمنت، ان انا كل سحبه بسحبها بنقص من عدد الكور اللي في الصندوق. لكن لو اي ويز ريبليسمنت يعني ان انت بتاخده وتبص عليه وبترجعه تاني في الصندوق. فلازم عشان استخدم السي والبي يكون الصندوق ده الحاجه العدد اللي انت شغال عليه يكون بينقص، مش عدد ثابت. انا باخد من السكشن جروب. خلاص خدت منكم طالب هزنقه هنا جنبي مش هرجعه تاني. لازم العدد يكون بتاع الناس كده بيكون بينقص مش ثابت. تمام؟ اللي باخده مش برجعه. فده اول شرط للسي او للبي. تاني شرط ايه؟ ان ما يبقاش اثنين في المساله شرط. نو كونديشن. واتفقنا يعني ايه شرط؟ حاجه زي كده يكون طالب عليا ترتيب معين، الثانيه ديفكتد، الاولى معرفش مالها، الرابعه مش عارفه ايه. ده بالنسبه لي شرط. لما يكون الشرط عليا شرط زي كده ما ينفعش برضه استخدم لا السي ولا البي. طيب تالت حاجه ده اللي بتفرق لي ما بين السي والبي، ان واحده فيهم الترتيب مهم والتانية الترتيب مش مهم. تمام؟ يبقى دول جنرال للسي والبي عشان اعرف ان المسألة دي عامة بحلها بالتري دايجرام ولا باستخدام السي او البي. طب الشرط التالت ده خلاص انا الشرط الاول اتحقق والتاني اتحقق فعرفت ان انا هستخدم السي او البي. ادخل بقى في الشرط التالت عشان اعرف هحلها سي ولا بي. لو الترتيب مش مهم يبقى بنستخدم مين؟ بنستخدم السي. الترتيب مهم بستخدم البي. تمام؟ طيب لو انا المساله مش هحلها بطريقه السي او البي احلها بايه؟ احلها بالتري دايجرام. خلاص؟ يبقى دول الطريقتين عندي اللي انا هحل بيهم، يا اما هستخدم التري دايجرام او هستخدم السي والبي. طيب نيجي بقى نشوف هنا هستخدم السي ازاي وهنا هستخدم التري دايجرام ازاي. طيب انا هنا اصلا عرفت ان انا وزود ريبليسمنت اول شرط عندي متحقق. واتفقنا ان هو لما يقول لي اثنين ديفكتد ده بالشرط، ده هو حدد لي المساله، ما لازم يبقى في مساله احل عليها. فده كده خلاص ما فيش شرط. اجي على الثاني، الترتيب مهم ولا مش مهم؟ لو مش قايل لي في المساله صريحه بضطر بقى ايه اشغل دماغي. هل انا هيفرق معايا الكوره الاولى من الثانيه او كلهم كور وخلاص؟ اللي باخده بحطه على جنب. يبقى انا هنا بالنسبه لي الترتيب مش مهم. يبقى انا كده خلاص عرفت انا المساله دي هحلها بايه؟ هحلها باستخدام السي. ابتدي بقى اشوف هستخدم السي ازاي في الحل. طيب نفرق ما بين حاجتين، ان هو طالب منك probability وان هو طالب منك مجرد عدد. طالما هنا طالب مني احتماليه يبقى بستخدم القانون ان انا بقول ان الاحتماليه بتساوي عدد السم السبيس على عدد الايفنت بتاعي. ان انا عندي اثنين ديفكتد. تمام؟ يبقى طالما قايل لي كلمه فايند probability يبقى لازم حاجه هقسمها على حاجه. لو مجرد قايل لي هاو ميني يبقى لا بقول بس بجيب له العدد مش بقسم حاجه على حاجه. تمام؟ خلاص انا هنا طالب مني probability يبقى هستخدم القانون ده في حاجه هقسمها على حاجه. ايه هي الحاجه؟ اللي فوق بيبقى عدد الايفنت بتاعي، اول ايفنت ان انت هتسحب اثنين ديفكتد واثنين نون ديفكتد على السامبل سبيس كله. طيب نبتدي نشوف ايه اللي هقسم عليه تحت الاول. السامبل سبيس هو ايه؟ ان انا بسحب اربعه من ال 20، صح كده؟ هو ده السامبل سبيس بتاعي، ان انا باخد اربعه من ال 20.
20 دي بكتبها ازاي؟ 20 سي 4. يبقى 20 سي 4 دي بترجمها ازاي؟ 4 من ال 20 دي كده بترجمها 4 من ال 20 هو ده السامبل سبيس بتاعي كله. كتبت هنا الرقم اللي بسحب منه من التوتال تمام؟ يبقى السي بكتبها ازاي؟ هنا ده الرقم الصغير بس بلاش نحط صغير عشان ما تبقاش شرط يعني. خليه ده اللي انا بسحبه وهنا من التوتال من الرقم الكلي تمام؟ يبقى ال 20 ده الرقم الكلي. خلاص انا كده جبت السامبل سبيس كله. اجي ابتدي الايفنت بتاعي. هو الايفنت بتاعك بيقول لك ايه؟ 2 ديفكتد و 2 ان ديفكتد صح؟ مش انتوا قلتوا لي طالما بسحب 2 ديفكتد يبقى لازم الاثنين التانيين هيبقوا نون ديفكتد؟ طيب يبقى انا عندي بسحب ايه؟ هخلينا في الاثنين ديفكتد. انا هسحب 2 بسحبهم كام؟ من التوتال ال 20 ولا من السته ديفكتد؟ ما انا لازم افرق ان الاثنين دول ديفكتد. لو كتبت 20 يبقى انا مش مفرقه هو ديفكتد ولا نون ديفكتد. يبقى لازم احط هنا رقم 6 عشان ابقى كده مفرق. ادي الاثنين من السته ديفكتد. طيب وي اللي احنا قلنا عليها 2 ديفكتد اند نون ديفكتد دي بترجمها ازاي؟ بترجمها بمالتبليكيشن مش بأديشن تمام؟ يبقى انا قلت ان انا عندي سته اثنين قصدي من السته ديفكتد و اثنين من الكام؟ من ال 14 نون ديفكتد. خلاص؟ يبقى انا كده استخدمت السي، عرفنا بنستخدم السي ازاي؟ طيب اجي بقى للي تحت. بقول اهو انا اول سهم عندي كام نون؟ يا ديفكتد يا نون ديفكتد. يبقى هعمل سهمين، سهم يا ديفكتد يا نون ديفكتد. لو كان عندي نون تاني كنت هعمل ثلاث اسهم على حسب الانواع اللي عندي. لو هو مثلا كان مقسمهم لي الوان يقول لي احمر واخضر واصفر كنت هطلع ثلاث اسهم. هنا مقسمهم لي نوعين بس فطلعت سهمين. دي بالنسبه لي السحبه الاولى. طيب السحبه الثانيه هطلع برضه سهمين يا ديفكتد يا نون ديفكتد. يا ديفكتد يا نون ديفكتد. طيب هو هنا عايز بس في السكند السحبة الثانية هل نستعمل ان انا اكمل الثري دايجرام علشان هو بيسحب اربعة؟ ملهاش أي لازمة هو موقف لك هنا عند الثانية. يبقى ما تكبرش على نفسك الرسمة وتدخل نفسك في حاجات أنت مش هتحتاجها في حاجة. يبقى مسألة زي دي هو واقف عند في الطرف بتاعه واقف عند السحبة الثانية. في المسألة بقى مش فارق معايا أنت إيه بتسحب ثلاث كور أربع كور خمس كور مش فارق السحبه الثانيه. لو كان ايه لي السحبه الثالثه لا كنت هضطر ازود برانش. في السحبه الرابعه يبقى كنت هزود اكتر واكتر تمام؟ طيب انا كده رسمت الثري دايجرام هل خلصته؟ لا ابتدي احط الاحتمالات عليه. طيب انا هنا عندي الصندوق كامل فيه ال 20 كوره كاملين اهو لسه يا دوبك همد ايدي. طيب هنا لما اخد ديفكتد يبقى هاخد كام؟ 6 على 20 صح كده؟ مش انا بقى عامل 6 احتمالات من التوتال ال 20 كوره؟ طيب هنا ديفكتد انا خلاص سحبت دي السحبه الاولى خلاص انا سحبتها يبقى ال 20 ناقص بقى كام؟ بقوا 19 عشان انا سحبت الكوره الاولى. طيب الديفكتد انا سحبت منهم واحده يبقى السته لازم تنقص معايا فهيتبقى لي السته كام؟ 5. طب انا هنا في النون ديفكتد هل النون ديفكتد سحبت منه قبل كده؟ لا ما سحبتش يبقى عدد النون ديفكتد كامل اللي هو ال 14. طيب نمشي هنا في الطريق الثاني نون ديفكتد انا عندي التوتال لسه 20 وبلعب في احتماليه مين؟ النون ديفكتد اللي عددهم 14. طيب اجي في السحبه الثانيه ال 20 هيتقلوا هيبقوا 19 لان انا سحبت الكوره الاولى. طب الديفكتد هل مديت ايدي عليها؟ لا ما مديتش ايدي عليها يبقى السته كاملين معايا زي ما هم. طب النون ديفكتد اه لا ده انا خدت منهم واحده يبقى ال 14 ناقصت هتبقى كام؟ هتبقى 13 تمام؟ خلاص انا كده حطيت الاحتمالات ورسمت الثري دايجرام ابتدي بقى اشوف هو عايز ايه؟ بيقول لي انا عايز احتماليه ان السكند عندك تكون ديفكتد. فين السكند ديفكتد؟ اهو ده واهو ده. يبقى انا يا اما همشي في الباص ده يا اما همشي في الباص ده صح كده؟ طيب بصوا
لو انت في نفس يعني في نفس البرانش بتضرب بتتنقل من برانش لبرانش بتجمع تمام. يبقى انا هقول ايه الكلام ده؟ يبقى انا البروبابيلتي بتاعه ان السكند ديفكتد طالما انا اهو انا مشيت في نفس البرانش 6 على 20 على 5 في 19. ليه؟ عندي في نفس الباص في نفس الخط. طب انا هتنقل هنا من خط للخط الثاني اعمل ايه؟ اضرب ولا اجمع؟ لا هتجمع. ليه؟ لان دي معناها اور، يعني انا يا اما همشي في طريق ديفكتد ديفكتد او همشي في طريق نون ديفكتد ديفكتد، صح؟ مش همشي في الطريقين مع بعض، ما انا يا اما همشي في الطريق ده يا اما همشي في الطريق ده. كلمه او دي بترجمها بلس يعني اور. الطريق الثاني احتماليته ايه؟ احتماليته 14 على 20 في 6 على 19 تمام؟ يبقى ده معناه ان انا هنا يا اما هسحب ديفكتد ديفكتد او هسحب نون ديفكتد ديفكتد تمام؟ حد عنده سؤال في المسألة دي؟ أنا ممكن أحل المسألة الثانية عن طريق الكومبانيشن ولا هي تبقى أسماء كومبانيشن؟ الثانية ده؟ اه الكومبانيشن ولا هي تبقى كومبانيشن مش هينفع؟ لا لا أنا اتفقنا في وسط إن طالما حدد لك ترتيب معين أولى ثانية ثالثة يبقى لك ترتيب وشر يبقى لازم ده تري تايب دايجرام تمام؟ عشان كده قلنا إيه الفرق ما بين دي ودي؟ هنا بيقول لك الاثنين عينين، يعني هنا أنت اللي بتحدد ممكن ديفكتد ممكن ديفكت نان نان ديفكت ممكن مش عارفه نان دي، فانت اللي بتحدد التشكيله. لكن هو هنا دفعك على حاجه معينه ان الثانيه لازم تبقى ديفكت خلاص دي دايركت تمام. وقفنا عند الثاني برانش ليه؟ وهو بيقول لك انا عايز السحبه الثانيه ديفكت. طب السحبه الثالثه والرابعه تفرق معاك في حاجه؟ هو وقفنا عند السكند انها تكون ديفكت. يبقى اي حاجه مش فارقه معاك في حاجه تمام. لو اي دي الصحبه الثالثه كذا يبقى اخر صحبه الثالثه فاهم. اي حاجه بعديها مش فارقه. هو انت عندك كل النمبر اهو ادي 20 ودي 19 ادي 20 ودي 19 فدي احتماليه ان الاولى دي فكره معاكم ان الثانيه تكون دي فكره او احتماليه اللي بعد الشرطه ده هو كانه النيو
سامبل سبيس بتاعك، والايه هو الايفنت اللي عايز يعرفه بس بشرط حدوث مين؟ بشرط حدوث بي. فعشان كده بقول انها ايه؟ اندر كونديشن بي، يبقى لازم شرط بي يحصل لي وبعدين عايز اعرف احتماليه ايه من بي. طيب بتجي في المساله ازاي؟ يقول لك فايند البروبابيلتي اوف ايه جيفن بي، فخلاص هتبقى عارف ان ده كونديشنال بروبابيلتي، فهترجمه كده ايه؟ شرطه بي. او يجي لك في المساله فايند البروبابيلتي ايه اندر كونديشن بي، الكلام ده لازم تعرف تترجمه للشكل ده، ان طالما قال لي ايه اندر كونديشن بي يبقى نفس الحوار، يبقى ايه بي ايه شرطه بي. طيب احنا خلاص فهمناها كده بالعقل، ان انا كده لما هيقول لي ايه اثنين جيفن الارقام الايفن ان ده النيو سامبل سبيس بتاعتي وبجيب البروبابيلتي من النيو سامبل سبيس. طيب لو عايز انا عايز استخدمها بس بستخدم قانون مش باستخدام العقل مش بالفهله، واعمل ايه؟ قال لك القانون بتاعك ان انت بتقول البروبابيلتي بتاع ايه انترسكت بي على البروبابيلتي بتاع بي. طيب البروبابيلتي بتاع بي دي منطقيه لان احنا اتفقنا ان ايه؟ بقى ده النيو سامبل سبيس، فاحنا دايما بنقسمها سامبل سبيس. طيب البروبابيلتي بتاعت ايه انترسكت بي اللي هو احتمال حدوث ايه وبي مع بعض، لان ايه بقت مقيده بشرط مش زي هنا، لا بقت مقيده ان ايه وبي يكونوا حصلوا مع بعض. طيب تعالوا نطبق القانون ده في المساله. عندي هنا البروبابيلتي بتاعت بي احتمال بي اللي هو مين؟ الارقام الايفن اللي هم كام؟ ثلاثه احتمالات. طيب ايه انترسكت بي اللي هو ايه بالنسبه لي رقم اثنين وبي الارقام الايفن، فهلاقي ان الـ A والرقم 2 والارقام الايفن انترسكتوا ايه؟ في رقم 1. فهي هي ان انا جبتها بالفهلاوه او طبقت القانون هو هو. طيب تعالوا ناخد اكزامبل يوضح لنا الدنيا اكتر. بيقول لي انا عندي 100 ستودنت 60 منهم 100 و40 منهم فيميل، وبيقول لي منهم 10 جابوا جريد A. طيب من ال 100 ستودنت في 10 جابوا جريد A، طيب من اللي جاب الناس اللي جابت جريد A دي 3 ميل و7 فيميل. أول حاجة بيقول لك أنا عايز احتمالية الميل اللي جايبين جريد A، يبقى هو عايز هنا الميل وكمان جايبين جريد A. طيب يبقى هنطبق هذه اللي احنا نعرفها تحت بقسم على إيه؟ على عدد السامبل سبيس. عدد السامبل سبيس بالنسبة لي كام؟ 100 طالب. طيب في كام واحد مين وجايب جريد ايه؟ محقق الاثنين مع بعض مين؟ الثلاثة هما دول مين؟ جايبين جريد ايه؟ يبقى ثلاثة على 100. طيب جاي بيقول لي أنا عايز 100 بس جيفن زاد إن هما جايبين جريد ايه؟ 100 بس أندر كونديشن إن هما جايبين جريد ايه؟ طيب هعمل ايه؟ هنستخدم بقى الطريقة الجديدة، يبقى السامبل سبيس بتاعي هو مين؟ مش ال 100 طالب، هما اللي جايبين جريد ايه؟ هما اللي جايبين امتياز اللي هم عددهم كام؟ عددهم 10. طيب كام واحد جايب امتياز؟ كام واحد ميل من اللي جايبين امتياز؟ كام واحد ميل من اللي جايبين امتياز؟ يبقى 3 على 10. طيب هنا غير لي، قال لي هات البروبابيلتي بتاعت اللي جايبين جريد ايه بس جيب انزات ان هم ميل. يبقى هات احتماليه اللي جايبين جريد ايه بس بشرط يكونوا ميل. يبقى الميل المره دي هو بالنسبه لي مين؟ هو المره دي السامبل سبيس. طيب في كام واحد ميل عندي؟ 60 واحد. طيب وكم واحد من ال 60 جايبين جريد ايه؟ 3. يبقى هنلاقي هنا ان كل الاختلاف دايما بيبقى عندي فين يا جماعه؟ في الرقم اللي انا بقسم عليه. انا دي معناها البروبابيلتي بتاعت الميل انترسكت ان هم جايبين جريد ايه. انا عايز احتمال ان يكون ميل وجايب جريد ايه، فشغلي على مين؟ على السامبل سبيس كله. لكن دي معناها ايه؟ انا عايز احتمال، انا عايز البروبابيلتي بتاعت الناس الميل اللي جايبين امتياز. انا عايز احتماليه الناس الميل اللي جايبين امتياز، دي معناها ايه؟ دي انا عايز احتماليه الناس اللي جايبه امتياز من الميل. يبقى شقلبه الكلمات دي بتخلي الحل عندي يختلف، بتفرق في السامبل سبيس اللي انا شغال عليه. انا هنا انا عايز اعرف الميل من اللي جايبين امتياز، اللي جايبين امتياز 10 يبقى 3 على 10. هنا انا عايز اعرف الناس اللي جايبه امتياز من الميل، يبقى الميل عندي 60، 3 من ال 60 بس هم اللي جايبين امتياز. فهمنا؟ حد متلخبط؟ حد عنده سؤال؟
يا اما عندهم احتمال ان هم يكونوا شوك ريزيستنس او سكراتش ريزيستنس ضد الصدمات او ضد الخدوش. تمام، هو بينتج عندي ديسكات، الديسكات ديت المفروض تبقى ضد الصدمات وضد الخدوش. فبيقول لي عندي 70% منهم بيبقى الريزيستنس بتاعته عاليه ضد الصدمات وضد الخدوش، 16% الريزيستنس ضد الصدمات عاليه بس ضد الخدوش قليله، 9 منهم ضد الصدمات قليله بس ضد الخدوش عالي، 5 قليل في الاثنين. تمام، حد عنده مشكله في الخريطه دي؟ يبقى هو بينتج 100 ديسك، 70 منهم هاي وهاي، 9 لو وهاي، 16 هاي ولو، 5 لو ولو. وبيقول لي ان ايفنت ايه، في ايفنت اسمه ايه، ده بيعبر عن ايه؟ عن ان الشوك ريزيستنس هاي، وفي ايفنت اسمه بي بيعبر عن ان السكراتش ريزيستنس تبقى هاي. طيب يبقى عدد الايفنت ايه كام؟ الحاجات اللي الشوك ريزيستنس بتاعتها هاي كام؟ 70 زائد 16 صح كده؟ طيب وعدد ايفنت بي كام؟ الحاجات اللي السكراتش بتاعتها ريزيستنس هاي بكام؟ 9 زائد 70. أول حاجة في علمي أنا عايز البروبابيلتي بتاعت إيه؟ بتاعت إيفنت إيه؟ هنعمل إيه؟ بالطريقة اللي إحنا متعودين عليها، بقسم على السامبلس سبيس كله، لأنه ما حطليش أي شروط. طيب عدد السامبلس سبيس بتاعي كام؟ 100. طيب كام واحد من ال 100 دول الشوك ريزيستنس بتاعته هاي؟ 86 اللي إحنا لسه جايبينها، 70 زائد 16. طيب هنا بيقول لي بقى انا عايز البروبابيلتي بتاعت A given Z B، يبقى هو مش عايز ان الشوك ريزيستنس بتاعتهم هاي من ال 100 ديسك، لا انا عايز ان الشوك ريزيستنس بتاعتهم هاي بس ان السكراتش ريزيستنس بتاعتهم B. طيب قلنا بنعمل ايه في الحاله دي؟ بقسم على مين؟ بقسم على ايفنت B. طيب عدد ايفنت B كام واحد؟ 79. طيب كام واحد بقى محقق الاثنين؟ ان هو الشوك والسكراتش ريزيستنس بتاعته هاي؟ ال 70. يبقى 70 على 79، يبقى بالراحه جبناها منين؟ اول حاجه هتقسم على الايفنت بي اللي هو ال 79. طيب فوق انا اقسم على كام؟ بشوف مين فيهم محقق ايه بس من البي، اهو انا شغال على الرو اللي فوق دوت. كام واحد ايه من الرو اللي فوق؟ هم ال 70. طيب اجي على تحتيها بيقول لي عايز البروبابيلتي بتاعت ايه جيفن زد بي بار. فاكرين بي بار دي كان معناها ايه؟ اي حاجه غير البي، دي معناها اي حاجه غير البي. طيب اي حاجه غير البي هي مين؟ لو انا عندي الصف اللي فوق ده البي، يبقى اي حاجه غيره هو مين؟ الصف اللي تحتيه، يبقى ال 16 زائد ال 5. طيب يبقى انا شغلي على الصف اللي تحتيه اللي هو ده البي بار. من الصف اللي تحتيه ده كام واحد محقق ان الشوك ريزيستنس بتاعته هاي؟ ال 16. طيب اخر واحده بيقول لي ايه بار جيفن زاد بي بار. احنا بي بار عرفناها اي حاجه غير بي، قلت لي الصف اللي تحت. طب ايه بار هي مين؟ اي حاجه غير الاي. لو انا قلت ان الاي العمود ده، يبقى اي حاجه غير الاي مين؟ العمود الثاني، يبقى ده الاي بار. طيب ده السيرفيس سبيس بالنسبه لي اللي هو اتفقنا 16 زائد 5. طيب المره دي عايز اعرف مين؟ كام واحد محقق لي ان هو ايه بار بس جيفن زاد ان هو بي بار في الاول؟ يبقى انا شغلي في الصف اللي تحت ده او الصف اللي فوق ده مش معايا، شغلي مع 16 وال 5. كام واحد في ال 16 وال 5 محقق لي الاي بار؟ الاي بار اللي هو مين؟ كانه ان الشوت لو. كام واحد؟ الخمسه، صح كده؟ مش دي الخمسه اللي محققه لي الاثنين بي بار وايه بار؟ صح كده؟ يبقى هو ده بقسم على السيرفيس سبيس وفوق بشوف مين فيهم مشترك ما بين الاثنين، ما بين هنا الاي بار والبي بار، هنا كان مشترك ما بين الاي والبي بار، تمام؟ طيب لو انا عايزه اطبقها باستخدام القانون اللي احنا كاتبينه هنا، احنا هنا طبقنا القانون بس بالفهم، لو انا عايزه اطبق القانون بعمل ايه؟ هكتب كده مثلا بتاعت البروبابيلتي بتاعت ايه انترسكت بي على البروبابيلتي بتاعت بي. طيب البروبابيلتي بتاعت بي كام؟ فين بي؟ اهي هقول 97 على ال 100. طيب البروبابيلتي بتاعت ايه انترسكت بي هي مين؟ ال 70، يبقى 70 على ال 100.
طبعا ان هي دي هتطير مع ان هي دي هتطلع نفس اللي احنا جبناه. ده لو انا عايز استخدم القانون. طب عادي من حقك تعملها بالوقف على طول او من حقك ان انت تعملها باستخدام القانون. تمام؟ حد عنده سؤال؟ هيبقى جزء ده بس صح؟ يبقى جزء ده مش معايا.
يبقى هو الجزء ده هو ده ايه؟ intersect ال V bar. يبقى انا probability بتاعت ايه؟ عبارة عن ايه؟ الاثنين plus بعض. ايه intersect V plus ايه intersect V bar. حتى عندك مشكلة في الحتة دي؟ يبقى الاثنين مع بعض هو ده probability بتاعت ايه؟ طيب انا كده جبته باستخدام ال Venn diagram. لو انا كنت عايز اطبق القانون ده او الحتة اللي احنا لسه شرحينها كنا نحلها ازاي؟ القانون ده بيقول لي ايه؟ بيقول لي ان انت عندك سيركل سبيس مقسوم بالنص وفي ايفنت مشترك. طيب لو انا اعتبرت النص السيركل سبيس ده بي يبقى ايه الحاجه اللي عمرها ما هتتقاطع مع البي؟ بي بار، صح كده؟ عمر البي يا جماعه هتتقاطع مع البي بار؟ البي البي بار يعني ايه؟ اي حاجه غير البي، اي حاجه غير البي عمرها هتتقاطع مع البي؟ لا طبعا. يبقى انا قسمت السيرفس سبيس بتاعي بالنص بي وبي بار وهعتبر ان الاي هو ده الايفنت المشترك اللي عملوه، صح كده؟ مش الاي مشترك حته مع البي، مشترك كانت حته مع البي بار. يبقى حطيت الاي في النص. طيب اكتب بقى القانون ده بتاعي ازاي؟ يبقى هقول كده البروبابيلتي بتاعت ايه جيفن بي مضروبه في مين؟ في البي بلس البروبابيلتي بتاعت ايه جيفن بي بار مضروبه في مين؟ في البي بار. يبقى بكتب القانون ازاي؟ ده الايفنت المشترك. يبقى اهو اللي قبل الشرطه هو الحته المشتركه اللي هو الايه، وبعد الشرطه هي مشتركه مع مين؟ مشتركه مع نص ده بي ومضروبه في البروبابيلتي بتاع البي بلس الجزء الثاني اللي هو ايه؟ مشتركه المره دي مع مين؟ مع البي بار مضروبه في البروبابيلتي بتاع البي بار. تمام؟ هتلاقي ان انت هنا كل الحاجات عندك، البروبابيلتي بتاعت A given B عندي مديهالي 0.2، البروبابيلتي بتاعت B عندي مديهالي 0.8، البروبابيلتي بتاعت A given Z B bar عندي برضه 0.3، البروبابيلتي بتاعت B bar خلاص عرفنا بنحسبها ازاي. يبقى انا كنت ممكن هنا امشي خطوه خطوه او كنت ممكن استخدم على طول القانون اللي قال لي عليه ده. يبقى القانون ده بطبقه ازاي؟ مش هطبقه في اي حاجه وخلاص، لا. ان انا عندي سيرفيس سبيس مقسوم ما بين تو ايفنتس عمرهم ما هيشتركوا مع بعض، هنا الاي والبي عمرهم ما هيتقابلوا كانت انترسكت. تمام؟ وفي ايفنت في النص هو اللي مشترك ما بينهم. حد عنده سؤال؟
كده في probability حاجه شرط حاجه مضروبه في probability بتاعت حاجه. اما بقى الحاجات دي ازاي؟ هنا هتحط اللي هو الايفنت المشترك اللي هو الايه؟ تمام؟ طيب بعد الشرطه هترسم جزء اللي هو مشترك مره مع دي ومره مع دي برضه. هنا هبتدي من دي اللي هكتبه هنا بكتبه هنا وهقول زائد البروبابيلتي حاجه اهو وابتدي املا. هنا اتفقنا مين؟ المشترك اللي هو الايه؟ خلاص انا اشتراكه مع الدي بمسك اشتراكه مع مين؟ مع البي بار. ابعد الشرطه هحط البي بار اللي هكتبه هنا احطه هنا. تمام؟ يبقى انا بلعب في ال 495
طيب اجي هنا في الاحتمال الثاني ان السحبه الاولى نون ديفكتد، انا لسه ما سحبتش ولا كور، يبقى انا بلعب في 500 احتمال. طيب بلعب في مين؟ في النون ديفكتد اللي هم 495. طيب السحبه الثانيه اتفقنا مين؟ السبس سبيس بي ان بالظبط. طيب الديفكتد هنا انا كانت الاولى نون ديفكتد، يبقى انا ما مدتش ايدي على الديفكتد، يبقى انا بلعب في الخمسه زي ما هم. لكن هنا انا سحبت واحده من النون ديفكتد، يبقى 495 انا واحده. انا كده خلاص رسمت الفري دايجرام. تعالوا بقى نبتدي نشوف هجيب اثبت الموضوع ده ازاي. تعالوا نشتغل على اي واحده من الحاجات دي. مثلا هجيب البروبابيلتي بتاع البي جيفن ذات ايه، احتمال ان السحبه الثانيه ديفكتد بشرط ان السحبه الاولى تكون ديفكتد. مين في الفري دايجرام اللي محقق لي الموضوع ده؟ السحبه الثانيه ديفكتد اهو، يا ده يا ده، بشرط ان الاولى تكون ديفكتد، يبقى ما قداميش غير مين؟ ما قداميش غير دي، صح؟ دي خلاص خرجت بره معايا من اللعبه لان دي كانت قبلها نون ديفكتد. لا انا عايز ان السحبه غالبا ان السحبه الثانيه ديفكتد بشرط ان الفيرست ديفكتد، يبقى ما عنديش غير هي دي السحبه الثانيه وبشرط ان السحبه الاولى ديفكتد، يبقى انا بلعب في دي. طيب اجيبها من التري دايجرام ازاي؟ هو الرقم ده، الرقم ده هو البروبابيلتي بتاعت الثانية ديفكتد بشرط ان اللي قبليه ديفكتد برضه، يبقى هو الأربعة على 499. طيب حد قال مثلا يقول لي انت ما خدتيش البرانش ده كله على بعضه، يعني ما ضربتيش ده في ده. انت كده لو ضربت ده في ده بتجيب احتمالية probability بتاعت ان الفيرست ديفكتد انترسكت مع ان السكند ديفكت، واحنا فرقنا ما بينهم في اول السكشن، فرق ما بين ان انا بكون بشتغل على السامبل سبيس كله وان انا بشتغل على السامبل سبيس بتاعي اللي هو ان الفيرست ديفكتد. لما الفيرست ديفكتد هل انا بشتغل مع 500 ولا بشتغل مع 499؟ بشتغل على 499 لان سحبت واحده، عشان كده انا خدت الرقم ده ما خدتش البرانش كله على بعضه. فهمنا؟ يبقى انا لو عايز لو جاي لي كده يقول لي الفيرست ديفكتد انترسكت السكند ديفكتد كنت هضرب الرقمين دول في بعض، لان هنا هو مش مديني كونديشن، لا ده عايز احتمال ان الاثنين يحصلوا مع بعض، يبقى احتمال ان الاولى ديفكتد واحتمال ان الثانيه ديفكتد. تمام؟ عنده حد عنده سؤال في الحته دي؟ هو ده النيو سيرفيس سبيس بتاعك. طيب يبقى انا لما تكون الفيرست ديفكتد يعني انت سحبت السحبه الاولى، هل انت بتلعب في 500 كوره ولا لما سحبت السحبه الاولى بتلعب في 499 كوره؟ بعد ما سحبت السحبه الاولى. ليه بعد ما سحبت السحبه الاولى؟ هو بيقول لك اهو ان الفيرست ديفكتد، يبقى عشان شرط ان الاولى تكون ديفكتد يبقى لازم تكون سحبت السحبه الاولى، صح كده؟ يبقى انا بلعب في السيرفيس سبيس ال 499. طيب مين هنا عندك مقسوم على 499؟ هو الرقم ده، صح؟ طيب انا هاخد الرقم ده ولا هاخد الرقم ده؟ ما هو انا عندي دي ديفكتد ودي ديفكتد ودي مقسومه على 499 ودي مقسومه على 499، اخد الرقم ده ولا لا؟ هبص للي قبليه، مين فيهم اللي قبليه كانت ديفكتد؟ عشان احقق الشرط اللي فوق، يبقى انا هاخد الرقم ده اللي محقق عندي الحاجات كلها، ان اللي قبليه ديفكتد، ان النيو سيرفيس سبيس بتاعنا 499، ان هو كمان ان السكند ديفكتد، يبقى ده بحقق لي ثلاث حاجات، يبقى هاخد الرقم اللي هو 4 على 499. تمام؟ طيب انت مثلا قول لي لو انا عايز اجيب البروبابيلتي بتاع السكند نون ديفكتد جيفن ذات ان الفيرست ديفكتد من الثري دايجرام كده، قول لي هنعمل ايه؟ السكند ديفكتد جيفن ذات ان الفيرست ديفكتد، هاخد اي رقم من الارقام دي؟ اللي هو 495 او 499. بالظبط كده، ده السكند نون ديفكتد بشرط ان الفيرست ديفكتد، يبقى هنا هقول 495 على 499. تمام؟ لو طلع الفيرست ديفكتد ايه؟ ديفكتد اللي هو اللي انا كنت بقى؟ لو انا طالب مني بقى ده احتماليه ان الاثنين يكونوا حصلوا،
ان انا اكون صححت الاولى ديفكت. طب احتمال ان انا اكون صححت الاولى ديفكت مين؟ اهو صح 5 على 500 and بنترجمها بايه؟ او انترسكت بنترجمها بمالتبلاي. ان السكند ديفكت مين اللي السكند ديفكت ايه؟ 4 على 499. ده اللي متحقق لي الاثنين مع بعض اهو. مش اتفقنا ان انا بمشي على نفس البرانش في الامالتيفيكيشن؟ ده اللي هو البرانش ده، ان الفيرست ديفكت والسكند ديفكت هو ده. يبقى بضرب الرقمين في بعض يبقى الفيرست ديفكت دي ايه؟ طيب انا كده جبت خلاص البروبابيلتي بتاعت ان السكند ديفكت جيفن ان الفيرست ديفكت، او البروبابيلتي بتاعت بي جيفن ذات بي. عشان يطلع independent المفروض الكلام ده يساوي مين من القانون؟ يساوي probability بتاع البي، صح كده؟ يبقى انا هي محتاجه اجيب مين؟ محتاجه اجيب probability بتاع البي اللي هي مين؟ ان probability بتاعت ان السكن ديفندنت لو كانوا بيساووا بعض يبقى هم independent، تمام؟ كانوا ما بيساووش بعض يبقى العكس dependent يعتمد على بعض، تمام؟ طيب probability بتاعت ان السكن ديفندنت هي مين؟ مين عندي احتمالين من السكند ديفكتد؟ يا الاحتمال ده يا الاحتمال ده، صح كده؟ في عندي سكند ديفكتد تاني ان ده يا ديفكتد يا ده ديفكتد. طيب عشان امشي الاحتمال ان التانية تكون ديفكتد عندي ايه؟ يا اما الاولى ديفكتد والتانية ديفكتد، يا اما الاولى نون ديفكتد والتانية ديفكتد. هل عندي احتمالات تانية؟ يبقى لازم امشي في الباص ده ان الاولى ديفكتد والثانيه ديفكتد، او امشي في الباص ده ان الاولى ديفكتد والثانيه ديفكتد. طيب يبقى انا عندي ده احتماله كان 5 على 500 وده احتماله كان 4 على 499. يبقى انا عشان انا يا جماعه امشي في الباص ده هعمل ايه؟ هقول ان انا عشان الثانيه تبقى ديفكتد محتاج ان الاولى ديفكتد وبعديها الثانيه ديفكتد. يبقى هعمل ايه؟ هضرب الرقمين دول في بعض مش انا واخد الفرنش كله، مش انا لازم امشي في السكه دي عشان اوصل للثانيه ديفكتد. فهقول كده ان انا الطريق الاول عندي ان هو همشي 5 على 500 مضروبه في 4 على 499. ده احتمال مين؟ ان الاولى ديفكتد والثانيه ديفكتد. او ما انط الفرنش تاني قلنا بترجمها ازاي؟ بترجمها بعلامه اديشن. ايه الطريق الثاني اللي نمشي فيه؟ ان الاولى نون ديفكتد والثانيه ديفكتد. يبقى هكتب بقى هنا كام؟ 495 على 500 مضروبه في 5 على 499. ده البروبابيلتي بتاعت ان السكند ديفكتد. هل الاثنين طلعوا قد بعض؟ لا مش هيطلعوا قد بعض، واحنا متوقعين كده من الاول ان اكيد السحبه الثانيه معتمده على السحبه الاولى، فعمر ما الاثنين هيطلعوا قد بعض. يبقى براحة كده احنا عملنا ايه؟ احنا رسمنا تري دايجرام وبعدين جبت البروبابيلتي بتاعت ان السكند ديفكتد جيفن ذات ان الفيرست ديفكتد. قلنا دي انهي واحده من التري دايجرام؟ قلنا هو الرقم ده، الرقم اللي محقق لي ان الثانيه ديفكتد بشرط ان اللي قبليها تكون ديفكتد برضه، يبقى هو الرقم ده. طيب تاني حاجه هجيبها هي مين؟ البروبابيلتي ان بتاعت ان السكند ديفكتد، عشان انا شغال على الشرط الثاني ده وقلت لو طلعوا سوا بعض يبقى هما لا يعتمدوا على بعض، لو طلعوا ما بيساووش بعض يبقى هما بيعتمدوا على بعض. طيب البروبابيلتي بتاعت بي مين؟ هي ان السكند ديفكتد. ايه احتماليه ان السكند ديفكتد؟ ان انا يا اما الاولى تبقى ديفكتد والثانيه ديفكتد، او ان الاولى نون ديفكتد والثانيه ديفكتد. يبقى مين ياخد البرانش ده كله او البرانش ده كله؟ قلنا الحاجه اللي في نفس البرانش بضربها، يبقى اهو ضربت الرقم ده في ده، اتنقلت للبرانش مش تاني يبقى هجمع. وهو ضربت الرقمين دول في بعض بتاعت ان الاولى نون ديفكتد والثانيه ديفكتد. حد مش فاهم؟ اشمعنى بختار الارقام دي من 3 دايجرام؟ تمام؟ طيب نفس المساله بس غير لي فيها حاجه، قال لي ويز ريبليسمنت. ايه الفرق ما بين الويز ريبليسمنت وويزاوت ريبليسمنت؟ ويزاوت ريبليسمنت احنا اتفقنا ان باخده مش برجعه، يعني الكور بتنقص من الصندوق. ويز ريبليسمنت معناها ان الحاجه عددها هيفضل ثابت، اللي باخده برجعه، صح كده؟ يبقى ويز ريبليسمنت معناها ان الاعداد عندي ثابته ما بتنقصش. يعني هل ال 500 كوره هينقصوا ولا هيفضلوا ثابتين في السحبتين؟ هيفضلوا ثابتين لان انا اللي باخده برجعه تاني. يبقى اول حاجه هتختلف عندي في الـ 3 دايجرام ان السبس سبيس ثابته،
500 انا بعد ما سحبت السحبه الاولى خدت الكره ورجعتها تاني، فهل ال 500 نقصت ولا فضلت 500؟ فضلت 500. يبقى اول حاجه عندي ان انا السيرفيس سبيس ثابت ب 500. طيب تاني حاجه عندي، هل عدد الديفكتد والنون ديفكتد بيختلف في السحبه الاولى او الثانيه ولا هيفضل دايما ثابت؟ هيفضل دايما ثابت، لان انا اللي باخده برجعه، يعني انا خدت انا الديفكتد بصيت عليها وقلت الله ورجعتها للصندوق تاني، ففضل عددهم كام؟ فضل عددهم 5، ما اختلفش في سحبه اولى ولا سحبه ثانيه. يبقى عدد الديفكتد هيبقى دايما عندي بيساوي 5، وعدد النون ديفكتد دايما بيساوي 495. يبقى عرفنا ايه الفرق بين الويز والويزاوت ريبليسمنت؟ الويز ريبليسمنت الارقام عندك ثابته ما بتتغيرش، ما بتفرقش معاها صحبه اولى ثانيه ثالثه رابعه، هتفضل دايما ثابته، تمام؟ طيب تعالوا بقى نفس الكلام اللي احنا عملناه هنا هنعمله هنا. عايز اقول البروبابيلتي بتاعت ان السكند ديفكتد جيفن ذات ان الفيرست ديفكتد. اهو انتوا بقى قولوا لي هاخد انهي رقم في التري دايجرام؟ هاخد انهي واحد؟ احتمال ان الثانية ديفكتد بشرط ان الاولى تكون ديفكتد. 5 على 500 اللي هو انهي رقم؟ اللي هو ده. يبقى هنا 5 على 500. طيب وبعدين هعمل ايه؟ هجيب البروبابيلتي بتاعت ان السكند ديفكتد. هنشوف انهي هاخد انهي ارقام او هنشوف انهي طريقين؟ همشي برضه في الطريق ده وهمشي في الطريق ده. يعني هقول 5 على 500 مضروبة 5 على 500 زائد 495 على 500 مضروبه 5 على 500. لما تحسبوا الارقام دي هتلاقوا ان هم فعلا بيطلعوا بيساووا بعض، وده اللي احنا كنا متوقعينه، ان انا لما يكون ويز ريبليسمنت اللي باخده برجعه الايفنتات مش معتمده على بعض، السحبه الثانيه مالهاش اي علاقه بالسحبه الاولى، مش فارق معايا السحبه الاولى حصل فيها ايه، انا كده كده عدد القوى دايما ثابت ما بيتغيرش، تمام؟ حد عنده سؤال؟ هو ليه في اول جزء ايه ما استخدمش الكومبينيشن؟ نعم؟ ما استخدمش الكومبينيشن. طيب احنا قلنا ان الفيرست والسكند ده كانه شرط، هو محدد انت بتسحب دايما قوتين، ماشي؟ انت عندك احتمال ان هما يكونوا افكتد افكتد او افكتد نون افكتد او نون افكتد افكتد او نون نون، صح؟ دي الاحتمالات اللي قدامك، هو فرض عليك احتمالات معينه تشتغل فيها، قال لك الايفنت ده لما الفيرست ديفكتد يبقى فرض عليا شرط معين ان الفيرست ديفكتد، طالما فرض عليا شرط معين يبقى لازم اشتغل بالتري دايجرام، ما ينفعش اشتغل بالسي ولا بالبي، تمام؟ لو كان بس قال لي مجرد بسحب اثنين ديفكتد او واحده فيهم ديفكتد ده ما يعتبرش شرط، ده دي نوع المساله ان هو مديها لك ان لازم تحسب احتماليه حاجه معينه حصلت، فده ما يعتبرش شرط، هو بيقول لك ايه؟ احتماليه ان واحده فيهم ديفكتد هو فرض عليك انهي فيهم ديفكتد الاولى او الثانيه ما فرضش عليك حاجه سبب حر، طالما سبب حر يبقى تستخدم السي ودي، تمام؟ يعني ايه يونيون؟ يعني
انترسكت اللي بينهم صح؟ مش ده معنى ايه يونيون بي؟ طيب انا هاخد الكوره ايه وهاخد الكوره بي، مش هلاقي الجزء الانترسكت ده الجامع عندي مرتين، مره في الكوره ايه ومره في الكوره بي، يبقى لازم اطرحه. فبقول ان انا عشان اجيب احتماليه اي حاجه يعني اي حاجه بقول كده البروبابيلتي بتاعت الايه زائد بي واطرح البروبابيلتي بتاعت الانترسكت ما بينهم هما الاثنين. يبقى انا هنا بحتاج اجيب البروبابيلتي بتاعت ان الفيرست ديفكتد زائد البروبابيلتي بتاعت ان السكند ديفكتد ماينس البروبابيلتي بتاعت الفيرست انترسكت ان السكند ديفكتد. طيب تعالوا نشوف البروبابيلتي بتاعت ان الفيرست ديفكتد، احتمال ان الكوره الاولى تكون ديفكتد، فين احتمال ان الكوره الاولى ديفكتد؟ اهو صح، ده الكره الاولى ديفكتد. يعني انهي رقم اللي حقق لي ان الكره الاولى ديفكتد؟ ان انا بشتغل على الخمسه على 500 صح كده، على الخمس كور ديفكتد من 500 كوره، يبقى البروبابيلتي بتاعت ان الفيرست ديفكتد 5 على 500. طيب البروبابيلتي بتاعت السكند ديفكتد احنا لسه جايبينه، قلنا بمشي في الباص اللي هو ديفكتد ديفكتد او الباص اللي نون ديفكتد ديفكتد، يبقى البروبابيلتي بتاعت ان السكند ديفكتد اهو احنا لسه جايبينه. بعمل ايه؟ باخد التو باصز اللي هيودوني للديفكتد ان السكند ديفكتد. طيب اخر حاجه عندي البروبابيلتي بتاعت ايه انترسكت بي، ان الفيرست ديفكتد وان الثاني ديفكتد. مين الباص اللي حقق لي الشرطين دول، ان الفيرست ديفكتد والسكند ديفكتد؟ هلاقي ان هو الباص ده بس بالطريق ده بس. هل في طريق غيرهم حقق لي ان الفيرست ديفكتد والسكند ديفكتد؟ يبقى هاخد ايه؟ اتفقنا طالما حاجه في نفس الطريق يبقى بضرب الارقام في بعض، يبقى هقول 5 في 500 في 5 في 500، يبقى الاولى انترسكت الثانيه هقول 5 في 500 مضروبه 5 في 500. يبقى عارفه لو هو طلب مني حاجه يمين حاجه هعمل ايه؟ ممكن تساعدها ان انت تستخدم القانون ده. حد عنده سؤال في المساله دي؟ لازم يكون جدا لو تعالى يكون جدا القانون ده؟ لا القانون جنرال كده، مش اي حاجه اي حاجه، يعني اصلا حاجه ملهاش علاقه بالمساله، يعني انت بتبدا في الاي ديبندنت واقف في الغايه خالص. تمام؟ في حاجه استاذنها يعني ايه كده؟ حتى عندي سؤال؟ بيقول لي ان الاي ودي حاجه اسمها ميوتوال اكسكلوسيف، بعدين بيقول لي هل الاي ودي ديبندنت ولا اي ديبندنت؟ طيب خطوه خطوه كده بالراحه، هو مديني تو ايفنتس بيقول لي هما ديبندنت ولا اندبندنت. انا عندي ايه؟ ثلاث شروط اشتغل عليهم. طيب ايه اسهل حاجه اشتغل عليها؟ هو مديني الاي والبي اضربهم في بعض واشوف بي سهل انترسكت ولا لا. يبقى انا علشان يبقى اندبندنت محتاج ان لما اقول البروبابيلتي بتاعت ايه واضربها في البروبابيلتي بتاعت بي تطلع تساوي البروبابيلتي بتاعت ايه انترسكت البي. طيب انا هو مديني probability بتاعت A 0.3 و probability بتاعت B 0.2، ايه intersect B بيساوي كام؟ هو هنا بالظبط مديني شرط بيقول لي ان هما mutual exclusive. يعني ايه mutual exclusive؟ يعني الحاجتين دي لا تتقاطع مع بعض، التو ايفنتس عمرهم ما هيتقابلوا، الانترسكت بتاعهم بيساوي زيرو. يعني كلمه mutual exclusive دي معناها ان الانترسكت بيساوي زيرو، ان الاثنين ايفنتس دول ما بيتقاطعوش ببعض، هو واحد عامل كده وواحد عامل كده. طيب يبقى هل لما اضرب الاي والبي هيساوي زيرو؟ لا مش هيساوي زيرو، يبقى البروبابيلتي بتاعت الاي في البي لا تساوي الانترسكت. يعني الكلام ده طلع ديبندنت ولا ان ولا ديبندنت؟ طلع ديبندنت، يعني الايفنت دي بتعتمد على بعض. تمام؟ عشان دايما مثلا تيجي حاجه زي دي امسك وفكر بالعقل كده تقولوا ايه؟ دول ما بيتقابلوش، يبقى كده ما بيعتمدوش على بعض، يبقى خلاص اندبندنت. لا مفيش اي علاقه ما بين الميوتوال اكسكلوسيف والديبندنت والان اندبندنت، مفيش اي علاقه بينهم، عادي ممكن يكونوا ما بيتقاطعوش لكن بيعتمدوا مع بعض، بيعتمدوا على بعض. تمام؟ طيب المساله التانيه مديني probability بتاعت A given that B والprobability بتاعت A، وبيقول لي هل الـ A given that B ديبندنت و
ولا independent؟ طيب مثلا هشتغل على شرط ده البروبابيلتي بتاعت A بار given زائد B متوقع انها تساوي لي البروبابيلتي بتاعت ال A بار، صح كده؟ او الرقم اللي هو قد الشرط ده دايما انا بسويه. طيب اجيب منين الشرط ده؟ في قانون هنا بيقول لي البروبابيلتي بتاعت A بار given زائد B بيساوي 1 ناقص البروبابيلتي بتاعت A given زائد B، وما نتلخبطش، ما تقوليش ان البروبابيلتي بتاعت A given زائد B بار بتساوي اي حاجه ماينس اي حاجه، لا القانون ده بالشكل ده بس، تمام؟ طيب تعالوا نطبق القانون ده، يبقى هقول ان البروبابيلتي بتاعت ال A بار given زائد B بيساوي 1 ناقص البروبابيلتي بتاعت A A given زائد B. طيب probability بتاعت A given زائد B مديهاني في المسألة 2.2، يبقى 1 ناقص 8.2 اللي هي ب 0.8. طيب أنا متوقع إن ال 0.8 دي هتبقى بتساوي مين؟ هتساوي ال A بار. أجيب ال A بار إزاي؟ 1 ناقص ال A، يبقى أنا عشان أجيب ال probability بتاعت ال A بار هقول 1 ناقص ال probability بتاعت ال A اللي هي 1 ناقص ال 0.2 اللي هي 0.8، يبقى فعلا طلعوا بيساووا بعض، يبقى A بار و B طلعوا independent، تمام؟ يبقى بس المسألة دي عشان كنت عايزة أقول لكم فيها القانون ده اللي هي probability بتاعة A بار B بتساوي 1 ناقص probability بتاعة A given زائد B. حد عنده سؤال؟ هو في مثلا حاجة يعني يعرفوا ايه events يكونوا غير مرتبطين غير مرتبطين يعتمدوا على بعض؟ في مثال حاجة حقيقية خلاص كده.